كشف متحدث باسم حركة العاشر من آب في لقاء خاص وحصري على تلفزيون سوريا، كشف عن ماهية الحركة وأهدافها ومطالبها ومن تضم. وقال المتحدث الذي حل ضيفا على برنامج ريبوست إن الحركة تضم شبانا وشابات سوريين موجودين داخل الأراضي السورية من جميع أطياف وتنوعات المجتمع السوري، تجمعهم المعاناة وانسداد الأفق في ظل الركود والاستعصاء السياسي الذي تعيشه سوريا، مشيرا إلى وجود حالة لا يمكن وصفها في سوريا من انعدام الأمل وصعوبة الحياة. وأفاد المتحدث بأن ما يجمع أعضاء الحركة هم السوريون جميعا من أجل إيجاد سبل للبقاء والتغيير والوصول إلى حياة كريمة ودولة مدنية تليق بالشعب السوري. في خبر آخر، أصدر رأس النظام بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لعدد من العسكريين ضمن شروط تتعلق بالمواليد ومدة الخدمة في قوات الأسد. وحسب الأمر الصادر عن بشار الأسد فإنه ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين الملتحقين اعتبارا من الأول من تشرين الأول من العام الجاري لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30 من شهر أيلول 2023 ضمنا. يضاف إلى ذلك إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول 2023، وذلك بشرط أن الاحتياطيين ملتحقون وبلغت الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية أيلول المقبل، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية من مواليد عام 1984. شهدت أسواق الذهب في الحريقة والمز وشارع العابد بدمشق غيابا تاما للأونصات والليرات الذهبية بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية ليتجاوز ثمن الجرام عتبة 700 ألف ليرة. وقال العديد من الصاغة في أسواق دمشق إن الطلب الكثيف على الذهب الليرات والأونصات يجعل الكميات تنفذ خلال زمن قياسي من طرحها، في حين قال عدد من الصاغة أيضا إن سوق الفضة شهد انتعاشا نسبيا في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الذهب. وبحسب موقع أثر بريس المقرب من النظام فإن سوق الفضة يشهد طلبا من قبل المقبلين على الزواج في ظل عدم قدرتهم على شراء جرام واحد من الذهب. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان أكد أن موجة الحر الشديد أدت إلى نفوق عشرات الآلاف من الدواجن مخلفة وراءها خسائر فادحة. وقال أبو دان إن الوضع أسوأ مما نتوقع، وهذا ليس تشاؤما وإنما جميع المعطيات تؤكد أن هناك خسائر كبيرة طالت قطاع الدواجن والمربون في حالة يرثى لها، مبينا أن هناك مداجن للقطاع الخاص بكاملها نفقت الدواجن فيها. وحذر أبو دان أنه في حال استمرت هذه الموجة من الحر فستكون النتائج سيئة جدا على قطاع الدواجن في سوريا. تشهد شوارع وأحياء مدينة طرطوس حالة غير مسبوقة من انتشار الأوساخ وتراكم القمامة فيها. وأفادت صحيفة الوطن المقربة من النظام بتكدس الأوساخ وأكياس القمامة فوق الأرصفة وأمام مداخل الأبنية وعلى منصفات الشوارع وحول الحاويات المخصصة لها بصورة عشوائية. هذا وأكد مدير النظافة في طرطوس مدحت زيدو زيادة كمية القمامة المتراكمة في شوارع المدينة لأكثر من 400 طن يوميا مع بدء الموسم السياحي، مرجعا أسباب ذلك إلى نقص عدد العمال بسبب انتهاء خدمتهم أو عدم توافر سيارات لنقلهم إلى عملهم في ظل ارتفاع أجور المواصلات. تراجعت حركة الصادرات في قطاع الخضروات والفواكه من سوريا إلى دول الخليج إلى أدنى مستوياتها بسبب إجراءات سعودية، ما أدى إلى توقف كثير من البرادات على الحدود السورية الأردنية. وقال عضو لجنة التجار ومصدري الخضر والفواكه موفق الطيار، قال إن التصدير إلى دول الخليج بأسوأ حالاته، والسبب إصدار السلطات السعودية قرارا يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر، ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر
من دون السماح بإدخالها بحسب صحيفة الوطن.